مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة استثنائية وخاصة من برنامجكم الحكيم في بيتك. رمضان خلاص على الأبواب وشوية وهنغني رمضان جانا وفرحنا به ونسمع شوارعنا الجميلة المزينة بزينة رمضان طالع منها نغمات أغنية وحوي يا وحوي اللي بيرددها الأطفال في شهر كله روحانية وحالة بهجة في قلوب كل المصريين والعرب. كل سنة طيبين. لما بتنتشر الحيرة بين الناس سهل جدا يصدقوا أي معلومة غلط، لأنك لما بتبقى حيران بتبقى نفسك تلاقي أي معلومة تطمنك على سبب حيرتك، وباختلاف سبب الحيرة دي بيختلف تأثير المعلومة لو كانت غلط. فتخيلوا لو المعلومة الغلط دي جت في موضوع حساس زي صحتك وسلامة جسمك. في حلقتنا النهاردة احنا مش هنتكلم عن الحيرة، لكن هنتكلم عن كل شيء يرجع في قلوبكم الاطمئنان ويخفي من عقولكم أي حيرة بإذن الله. لأن بمناسبة قرب دخول رمضان جالي طلب أكتر من مرة على صفحة الحكيم في بيتك على الفيسبوك وحتى كمان على صفحتي الشخصية، بيطلبوا إن احنا نعمل حلقة نتكلم فيها عن طريقة التعامل مع الأمراض المختلفة اللي ممكن الصيام في شهر رمضان يأثر عليها. لقيت الناس محتارة يا ترى يعملوا إيه وما يعملوش إيه، وعايزين يعرفوا إيه ممكن يفيد حالتهم المرضية عشان يعملوه، وعايزين كمان يعرفوا كل خطأ ممكن يقعوا فيه أثناء الصيام ممكن يكون سبب في تدهور حالتهم المرضية عشان طبعا يتجنبوه. بس أنا بطمئن أعزائي المشاهدين إن حلقتنا النهاردة تبقى عاملة زي الكبسولة الطبية الرمضانية اللي من خلالها هيعدي إن شاء الله عليكم شهر الصيام بكل خير وسلام وبدون أي تدهور في الصحة. في الأول سألنا نفسنا إيه أكتر الأعضاء اللي لو فيها مشكلة صحية ممكن تتأثر بالصيام؟ لقينا انهم اكيد الكبد والكلى والقلب، وكمان اكيد حالة الام الحامل. وبكلامي ده ما اقصدش ابدا اخوفكم او اقلقكم، لان حلقتنا النهاردة هدفها الاساسي هو قتل الخوف وازالة اي قلق. دايما بقول لكم ان زي ما كل الناس بتعتبر رمضان شهر الرحمة، فاحنا اهل الطب بنعتبره كمان شهر الصحة وشهر سلامة الجسم. عشان كده نداء لكل شخص بيعاني مشكلة صحية في الكبد أو الكلى أو القلب، ولكل أم حامل عايزة تعرف إزاي تتعامل مع حملها أثناء الصيام، الحلقة دي ما ينفعش تفوتكم. كمان في حلقتنا النهاردة ومن مكاننا هنا في الاستوديو هنروح لجولات عند دكاترة متخصصين عشان نعرض لكم أبرز ما جمعناه من علوم ومعلومات ضرورية. وقبل ما نطلع لفاصل عايز أقول لكم وأقول لكل شخص بيتفرج علينا دلوقتي من جميع أنحاء الوطن العربي كل سنة وجسمك سليم ورمضان دايما كريم. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخاً بكل زميل في المهنة الطبية وأن تكون حياتي مصداق إيماني سري وعلانيتي لقياً مما يشينني أمام الله وأمام الناس والله على ما أقول شهيد.